عجاله متاخر من فجر الاربعاء المقبل على اساس لحضور الدفاع المتهم اللي باقي مسجلين مؤازرتهم واللي تخلفوا على الحضور، بما ان باقي الدفاع الحاضر انسحبوا وكل واحد منهم احسس بانسحاب لظروف شخصيه، الحاله النفسيه، ظروف العمل، جلسات الليل الى غيرها. حنا في الاول ربما من بين الانسحاب واحد قلنا ربما، ولكن من جاو كلهم نفس عبروا في السبب قلنا ودي راه مستحيل غادي يكون نفس السبب الشخصي في هذه الوقيته بالذات في نهار واحد. بزاف هذه الصدفه الغريبه، وطلبنا منهم يبقاو يستمروا في المحاكمه لان حق الدفاع مقدس وتكونوا تامنوا الدفاع المتهم. وحنا براسنا كنعانيو وكنتقلوا من الرباط لدرجه ولينا كنتسحروا في باركينغ وما نتسحروش كاع، وحتى الصحافه معنا عايشه هذا الشيء. ولكن علاش كنامنوا بحق الدفاع؟ نصوموا بالجوع ولكن على الاقل نضمنوا حق الدفاع، ماشي نخليوه نمشيو ناكلوا. خصكم تضحيوا. الماده 39 تقول ما يمكنش يتفقوا بيناتهم على تعطيل المساعده للقضاء، ولكن للاسف حنا ما غنجاوبوش فيه حتى يحضروا اللي ما حتى يجيو اللي ما حضروش، وغنجاوبوا فيه وفي الاسباب وفي عدد من الامور وفي غيرها من الامور اللي هما كنشوفوا تسبوا فيها. وفي طريقك لا تبرر الانسحاب ما وقع. ما وقع هو انكم انتم كنتوا تقوموا بافعال هكذا رد الفعل. فضروري، ولكن ما حاضر جلسه ثابته واضحه من كان يقوم بافعال مخالفه لبعض الامور.